انت كنت متفوقه في دراستك من وانت صغيره ومتفوقه في حياتك كمان. الحمد لله. ده يمكن اللي خلاكي تتجهي للهندسه بالرغم من انك كنت شاطره في تصميم الاكسسوارات من وانت صغيره؟ اكتر كانت هوايه، يعني انا بحب الفاشن بوجه عام من وانا صغيره جدا، والتصميم واختيار ان انا هدومي واقعد اصمم حاجات ووقتها ما كانش فيه خامات متوفره، فكنت اجيب كليات كتير قوي وافكها واعمل اشكال تانية. كنت بعمل من ورق الجرايد فصوص لان ما فيش ماتيريال يعني. لكن انا كانت دراستي شيء اساسي قوي في حياتي جدا. طب ليه ما حاولتيش تدرسي حاجه ليها علاقه بالتصميمات مثلا؟ انا كنت معتبراها ان دي هوايتي، يعني ما تخيلتش في يوم اني همارسها على فكره بشكل احترافي خالص، يعني كنت متخيله ان دي بس هتفضل هوايه. وكان اكتر حلم حياتي ان انا ادخل هندسه، وهندسة يعني كوميونيكيشن بالتحديد. كان ليكي طموح تاني غير مجال الاكسسوارات من الاساس؟ هندسة، يعني ان انا هندسة واكمل فيها دراسات واكمل فيها دراسات عليا واعمل ريسيرشز وابقى في الجزء بتاع التصميم، وانا اشتغلت فيه بالفعل.